أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نستقبل في السودان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون الوثيق بين الدولتين وبين القيادات في الدولتين. نحن نشكر السيد الرئيس على تلبيته الدعوة لزيارة السودان في توقيت بتمر به الدولة السودانية. الدولة السودانية الآن تمر بمرحلة انتقال، تواجه كثير من المصاعب، تواجه كثير من الصعاب. انتقال يحتاج إلى تضافر الجهود، يحتاج إلى وقفة الأصدقاء والأشقاء. نحن نفتكر هذه الزيارة دعم حقيقي للسودان وسند حقيقي لثورة وشعب السودان، لأنها تصب في خانة تقوية روابط الأخوة بين الدولتين التي ستنعكس على مجريات الانتقال. ناقشنا كل ملفات اللي تدعم التعاون المشترك، ووصلنا فيها لرؤى موحدة ورؤى تخدم تقدم وتطور ونماء الشعبين وتسهم في استقرار الدولتين.